عندي مجموعة من الأخبار هنعرضها كده سريعاً، لكن لازم نبدأ بخبر كويس جداً. النهاردة السيد رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة افتتحوا جراج روكس. ممكن تيجي تقول بقى رئيس الوزراء بجلالة قدره راح افتتح لي جراج؟ لا، هو الجراج ده مختلف شوية. ليه؟ لأول مرة في مصر بيقام جراج يقول لك سمارت، ذكي يعني. تعرف احنا عرفنا التليفون المحمول الذكي، تلفزيون الذكي، مش عارف ذكي ده هيروح فين بعد كده، لكن النهاردة بقى عندنا جراج ذكي يناسب العصر. وقال لك الصيحة دي من الجراجات موجودة في بعض دول العالم في الخارج. الجراج ده اتكلف قرابة الربع مليار جنيه، 250 مليون جنيه. هيستوعب 1700 عربية في المرحلة الأولى، هيستوعب 900 عربية. اعرضوا يا شباب السوا. الحمد لله رب العالمين. طيب اعرضوا صور الافتتاح. طيب ماشي، ما هو فين الصور؟ ما فيش صور مصاحبه يعني. اتكلف 250 مليون جنيه ايضا، هيسع مرحله اولى 900 سياره، والاكتمال هيبقى ب 1700 سياره. حسب تصريحات المسؤولين بيقول لك عمليه ركن السياره بتتم بشكل آلي، وعمليه خروجها ايضا بتتم ليك بشكل آلي. بتستغرق العمليه في حدود من 3 الى 6 دقائق. معانا على التليفون هند مختار، محرره اليوم السابع. استاذه هند، مساء الفل. مساء الخير يا محمد. عاوز اعرف لحضرتك، وحضرتك تابعت النهارده الافتتاح، يعني ايه كوبري، يعني ايه جراج ذكي؟ هو طبعا زي ما حضرتك اشرت في البدايه ان الجراج الذكي ده هو هيبقى اوتوماتيك من A to Z، لا يوجد اي تدخل للعنصر البشري في الجراج. يمكن هو اول جراج من نوعه في مصر والشرق الاوسط كجراج الكتروني. الجراج زي ما حضرتك اشرت الساعه التخزينيه دي 1700 كاجمالي، انما المرحله الاولى اللي تم افتتاحها اليوم بحضور رئيس الوزراء هيكون الساعه التخزينيه ليها 900 سياره. مده التخزين في الجراج من 3 ل 6 دقائق. التخزين بالكامل للسيارات بتعتمد على الروبوتات، في 6 روبوتات. روبوتات، 6 روبوتات، لان هو طبعا زي ما حضرتك اشرت هو جراج ذكي، لا يوجد تدخل للعنصر البشري نهائيا. نهائي. يعني انا هروح اسيب العربيه مثلا وفي روبوت هياخدها مني؟ بالفعل، يعني هو اول ما المواطن بيسيب العربيه بتاعته بيتم تخزينها عن طريق الروبوت، مفيش اي عنصر بشري خالص. موجود في الجراج، حتى لما بيجي المواطن بيرجع بعد كده يعود يستلم العربيه بتاعته، الروبوت نفسه هو اللي بيطلعها له عن طريق 6 مخارج، 3 منهم للتخزين اللي هو الدخول، والثلاثه اخرين. استاذه هند، خايف احط ايد على قلبي وعايز اسالك، لو انا جيت ركنت عربيتي هياخدوا مني في الساعه كام؟ هي اول ساعه 15 جنيه، بعد كده بتتكسر الساعه الثانيه 12، بعد كده 13. معقول؟ يعني 13 يعني 12 يعني. هو اخر يعني ارخص بكتير من الوقفه في الجراشات العاديه اللي البعض بيعمل فيها فرده ويطلب ارقام اكتر من كده. بالفعل، ويمكن العنصر الاهم فيها ان هو حضرتك هتبقى سايب العربيه بتاعتك في مكان امن مطمن عليها، مجرد ما بتسيبها وتقفلها عارف هي محطوطه فين، هتيجي تطلبها هتطلع لك في 3 دقائق 6 دقائق بالكثير جدا، لو كان مثلا عمليه الروبوت بياخد وقت او صحيح هتبقى من 3 ل 6 دقائق فقط لا غير. اشكرك استاذه هند مختار، محرره مجلس الوزراء باليوم السابع. واروح لنقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن اللي قايل تصريح النهارده، هتقول لنا يا شباب على التليفون رائع. بيقول لك جميع نقابات الفلاحين هتبدا فورا في بيع العجول حية للمواطنين عشان الأضاحي. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعني كلها 20 يوم بالكتير ونوصل لعيد الأضحى المبارك، أعد الله عليكم بالخير والبركات. هيطرح الكيلو بكام؟ ب 47 جنيه قايم. 47 جنيه. أنا عايز أقول لك السنة اللي فاتت كنا بتشتري الأضحية من 56 ل 57 جنيه للكيلو قايم. معايا السيد نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن. يا مساء الخير يا قمر.
مساء الفل عليك وعلى كل الساده المشاهدين. 47 جنيه مفتري، ده التجار هيقعدوا يقولوا ايه الخراب الديار ده؟ هتبيع الكيلو قايم للعجول الاضاحي ب 47 جنيه في جميع نقابات الفلاحين على مستوى الجمهوريه، صح؟ صح يا فندم. انا عايز اقول لك ان السعر ده كمان احنا مش مخترعينه، السعر ده هو اللي موجود على ارض الواقع، لكن طبعا في مغالاه من بعض التجار والجزارين في اماكن معينه. انا حبيت ان انا اعلن السعر ده على مستوى الجمهوريه واوفر الاضاحي في كل النقابات على مستوى الجمهوريه، بحيث ان الناس تعرف السعر الحقيقي، لان السعر ده هو اللي موجود حاليا في السوق. هو السعر ده يعتبر اقل من العام الماضي بكتير جدا، زي ما قلت حضرتك كان السنه اللي فاتت كان لغايه 55 جنيه و56 جنيه. السنه دي طبعا ده السعر الواقعي بعد تدني اسعار اللحوم الحيه الفتره اللي فاتت ديت، تدني كبير جدا، واحنا كنا بنطالب ان احنا نوقف استيراد العجول الحيه على اساس ان احنا نرفع الاسعار شويه عشان الساده المربين، لان ده يعتبر السعر ده مش مجزي للمربين، لكن احنا كنقابه فلاحين بنتعامل مع كل المصريين على اساس ان احنا نعرفهم السعر اللي موجود حاليا. السعر ده 47 جنيه في هامش ربح كمان بالنسبه لاي حد بيشتري من السوق. لما نتكلم على 47 جنيه بنتكلم على اللحم المذبوح ما يزيدش عن 95 او 100 جنيه للسعر اللحمه. الجزارين دلوقتي بتبيع في اماكن لغايه 130 جنيه، ده على اساس كمان ان احنا بنتكلم على العجول الذكر، على اساس ان في ناس بتذبح اناث في بعض. طب بعد اذنك بس عايز اعرف منك، انا كل ده تفاصيل مش عايزها دلوقتي، انا اللي انا عايزه كمواطن بيتفرج عليك دلوقتي، هيروح نقابه الفلاحين في المحافظه بتاعته بكره ويقول لهم انا عايز اتفق على عجل للاضحيه؟ اي حد في اي محافظه يروح مقر النقابه يقول لهم انا عايز عجل اتنين، هيبلغ نقيب المحافظه يقول له عايز استلم العجل يوم كذا، يستلمه، ما يدفعش ولا جنيه غير لما يستلم العجل على الميزان، يدفع فلوسه ويستلم بالميزان. ده اللي الامر في كل المحافظات. احنا دلوقتي بنتكلم كمان في عجول مش بلدي اورنشتاين، هتبقى كمان باقل من 47 جنيه الكيلو، هيبقى بحدود 46 جنيه في المحافظات. ده العجول اصلا اللي هي اورنشتاين اللي مستورده، لكن اللحم البلدي اللي احنا بنتكلم عليه هيبقى 47 جنيه للمواطن العادي. نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن، شكرا جزيلا ليك. وبمناسبه عيد الاضحى، الحكومه او وزاره الماليه أعلنت عن صرف مرتبات أغسطس يوم 8 أغسطس المقبل، يعني قبل عيد الأضحى بثلاث أربع أيام. كل سنة وانتم طيبين. ووزارة المالية قالت إن احنا بنصرف ده بدري عشان المواطنين يستعدوا لقدوم عيد الأضحى المبارك. ده طبعا بالنسبة للموظفين والعاملين في الحكومة، لكن القطاع الخاص مفروض بيقبضوا يوم واحد. رئيس الوزراء بيكلف الحكومة واتحاد الغرف التجارية بإحياء مهرجان السياحة والتسوق. أنا جايب الخبر ده علشان حاجة مهمة جدا. أنا طالب إن دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بعد توجيه رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة بإحياء مهرجان السياحة والتسوق، إنها تستغل بشكل كبير جدا بطولة كأس أفريقيا اللي نظمتها مصر على أرضها، تستغل الكلمات الجميلة اللي قالها ضيوف مصر الكبار في هذا الحدث، اللي اتكلموا عن جمال مصر وكلموا عن الأمن والأمان في مصر. سياحة التسوق سياحة مهمة جدا، بيقول لك بينفق السائح قرابة 30% من مصاريفه على الشوبينج على التسوق. واعتقد ان مصر دلوقتي بقت في كل مناطقها يعني او مدنها الكبرى بقى فيها كميه مولات واماكن جميله جدا تصلح للتسوق. وكاله بلومبيرج بتعلن ان الجنيه المصري العمله المصريه هي تاني افضل اداء لاي عمله في العالم في العام 2019.
انتوا عارفين ان الجنيه المصري سجل اداء رائع ونزل امام يعني الدولار انخفض امامه في قرابة جنيه 35 قرش او جنيه 40 قرش. فالنهاردة مجلس الوزراء ناشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على تقرير وكالة بلومبرج. الانفوجراف للمركز الاعلامي امام حضراتكم. وايضا مفروض الاقتصاد المصري هو ثالث اقتصاد في العالم يحقق اكبر نمو. انتوا عارفين كل اقتصاديات العالم كل سنة بتبقى تستهدف نمو معين في اللي حقق 1% 2% 3%، لكن مصر مقارنة طبعا بظروفنا الاقتصادية ما حقق نمو أفضل ثالث نمو في العالم. في بقى موضوع عايزين نتكلم فيه قبل ما اختم الجزء الثاني من فقرة الإخبارية، يتعلق بتطوير استاد القاهرة. استاد القاهرة احنا شفناه رائع عظيم، يعني لدرجة ان رئيس الاتحاد الأوروبي أعلن بعد ما شاف حفل الافتتاح والمباريات المقامة على استاد القاهرة انه هيزور القاهرة، هيلتقي بوزير الشباب والرياضة وعايز يقيم إحدى المباريات النهائية لأي بطولة أوروبية على استاد القاهرة. طبعا ده حاجة عظيمة جدا، لكن تفاجأ ان اول امبارح كانت البطولة على استاد القاهرة، النهاردة استاد القاهرة يعلن غلقه لمدة شهرين على ذمة موقع فيتو. ليه هتغلق؟ قالك عشان هنعمل النجيلة الصيفية. طب ده دي علامات استفهام كتيرة جدا، امال احنا صرفنا 750 مليون جنيه في ايه لما اخسر يعني؟ وحتى لو هتعمل نجيلة صيفية هتحتاج منك 60 يوم ليه؟ وبعدين احنا كل شايفين النجيلة زي الفل، مش احنا بنلعب البطولة دي في الصيف وفي عز الحر يعني شهر يونيو ويوليو اهو؟ طب ما النجيلة كانت زي الفل يعني. اكيد انا مش متخصص في عالم النجيلة، بس في اسئلة تبدو بديهية، يعني ايه اطور استاد القاهرة بمليار الا ربع مليار جنيه واجي بعد شهرين وانا اجي بعد شهر من إقامة البطولة عليه أغلقه لمدة شهرين؟ أتمنى أن يصلنا توضيح سواء من رئيس هيئة استاد القاهرة أو السيد وزير الشباب والرياضة أو أي جهة معنية بالأمر. ما ينفعش يا أخوانا أنفق 750 مليون جنيه على أي منشأة ووصلها لهذه المكانة الدولية ثم أغلقها لمدة شهرين. يعني في كلام الواحد عايز يقوله بس مش هيقدر يقوله على الهوى. وأيضا أطالب زي ملايين المصريين، احنا نجحنا في عودة الجماهير للملاعب، ده احنا ما جبناش بقى جماهير مصرية، ده احنا كمان جبنا جماهير أجنبية. 23 منتخب، لأن المنتخب الـ 24 ده المنتخب المصري، جالك جماهير من كل أنحاء أفريقيا، منتهى الأمن والأمان، أنت مسيطر وكلام. علشان كده نتمنى لو أنت كنت بتسألني، أنا كنت أتمنى أن مباراة الزمالك اليوم والجونة تقام في حضور جماهير كبير. نطالب بعودة الجماهير بعد ما الدولة المصرية والحكومة نجحت من خلال موقع دسكارتي، بقى خلاص كل واحد عارف هيدخل الاستاد ازاي، الكرسي بتاعه معروف والشكل الجميل اللي كنا شايفينه ده. نطالب بعودة الجماهير المصرية، عشان بس الرياضة المصرية وكرة القدم ما ينفعش تبقى بدون جماهير. مديرية الشؤون الصحية بالشرقية برئاسة دكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عمل حملات تفتيشية لعدد 6677 منشأة دوائية بالمحافظة خلال 6 شهور. مفروض أنا منشأة دوائية يعني صيدلية حاجة بهذا الشكل، فبيجي يشوف عندي الأدوية، يقارن الأسعار، تاريخ الصلاحية. يعني مفروض أنا بتعامل مع صحة المواطنين كصيدلي، يبقى كل حاجة على سنجة 10. لكن لما تفاجأ إن في 240 منشأة دوائية تم غلقها بالكامل، ده رقم كبير ورقم أفزعني. يعني
في كمان 6 مؤسسات خلي بالك، ال 240 منشأة دوائية اللي تم إغلاقهم ده في محافظة واحدة بس. يعني أيضا ضبط 6 مؤسسات تقوم بتجارة المواد المخدرة والمهربة. يعني ده جرس إنذار. أتمنى من المسؤولين والسيدة وزيرة الصحة الصديقة العزيزة دكتورة هالة زايد إنها تحلل الأرقام دي، لأنها أرقام كارثية. هطلع فاصل. بعد الفاصل هيشرفني 2 من ضيوفنا الأعزاء عن ملف المعاشات والتأمين، تأمينات والمعاشات. تعرفين إن كان في قانون البرلمان المصري اعتمده، قانون يتعلق بالمعاشات، قانون جديد يعني رفع فيه السن واتكلم فيه اللي عاوز يعمل معاش مبكر، اتكلم فيه عن حصص، اتكلم فيه عن التزام الحكومة بدفع مبلغ معين وهو 160 مليار ونصف المليار جنيه لمدة 50 سنة. وزيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق السفيرة ميرفا التلاوي كانت مشرفاني الأحد الماضي زي النهاردة، وأبدت ملاحظات على هذا القانون، وتمنت من السيد رئيس الجمهورية ألا يوقع عليه. وبتقول إن رئيس الجمهورية انتصر لأصحاب المعاشات لما قرر ضم ال5 علاوات اللي لسه ما انضموش، ولما طالب الحكومة برد أموال المعاشات. بعد الفاصل رد من 2 من المسؤولين الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي. نطلع فاصل.